اربعه ترايزول. ايه الكونتنت بتاعتي اللي هنتكلم عنها؟ هنتكلم عن انتروداكشن سريع عن الكومباوند بتاعي، هتكلم عن السينثيس بتاعته، وانا عندي هنا ثلاث طرق للسينثيس: سينثيس من الكربوكسيليك اسيد هيدرازايد، سينثيس من السايروسيمي كاربازايد، سينثيس من الاوكسازول، ابلكيشن البيولوجيكال اكتيفيتي بتاعته. اول حاجه الانتروداكشن، الواحد اتنين واربعه ترايزول ده واحد من مجموعه من المركبات الايزوميريك لبعض، ليهم نفس المكره في المنوله اللي هي C2H3N3، اسمهم كلهم ترايزولز. هنلاقي انه متكون من 3 نيتروجين و2 كربون، معنى كده ان هو 5 ممبر ترين. يعتبر بيزك اروماتيك هيتروسايكل كومباوند، الريبتيتيفز بتاعته كتيره خالص وليها وايد فرايتي من الابلكيشن. بعد كده هنتكلم عن السينثيس. قلنا ان احنا عندنا 3 طرق للسينثيس: سينثيس من الكربوكسيليك اسيد هيدرازايد، سينثيس من السايروسيمي كاربازايد، سينثيس من الاوكسازول. هنتكلم عن الكربوكسيليك اسيد هيدرازايد. عندنا المثال بتاعه اللي هو بنزويك اسيد هيدرازايد، هنحط عليه كربون دايسلفايد وعليه في بيزك ميديا زي البوتاسيوم هيدروكسايد، هيروح مدينا البرودكت بتاعنا اللي هو عباره عن الايبيك نيم بتاعه 5-9 1 و3 و4 اوكسادايزول 2-9-9. البرودكت ده مش هو اللي انا عايزه، لسه هنحط عليه كمان هيدرازين هيدرايد عشان يديني الترايزول رينج. والبرودكت اللي طالع ده الايبيك نيم بتاعه 4 امينو 5 فينايل 4 اتش 1-2-4 ترايزول 3 فلول. تمام، بنكمل عليه تاني هنا زي كوندنسيشن. تمام، انا المهم عندي الترايزولين بتاعتي. بعد كده من السايروسيمي كاربازايت بنحطه في بيزك ميديا، البيزيتي دي بتقفل البرودكت هنا، دي من الترايزولين جاهي بتاعتي وعليها السبستيتنت مختلفة. البرودكت اللي طلعه ده الاربيك نيم بتاعه 5-4 نيتروفينايل 4 فينايل 4 اتش 1-2-4 ترايزول 3 طيب. ده اخر حاجة بالسيسس بتاعه من الاوكسازول. عندي مثال على اوكسازول رينج، عندي 2 مركبته بنزوكسازول، حطينا عليها هيدرازينو جروب، اديتنا 2 هيدرازينو بنزوكسازول، هحط عليها كربون دايسلفايد في بيزك ميديا زي الصوديوم هيدروكسايد، هتروح قافله معايا الرينج ومدياني ترايزول رينج بتاعتي اهي. كده نتكلم عن الابلكيشن والبيولوجيكال اكتيفيتيز بتاعته: انتي باكتيريال اكتيفيتيز، انتي فانجال، انتي كونفالزنت، انتي فايرال، انتي تيوبركلوزس، انتي اوكسيدنت، انتي انفلاماتوري، انتي كانسر. تمام، اول حاجه عندنا انتي باكتيريال، هو بيحارب البكتيريا انفكشن، عشان كده هتلاقيه موجود في وايد فرايتي كتيره خالص من الانتي بايوتكس بتاعتي، وادي مثال عندي والايبوك نيم بتاعه. بعد كده انتي كونفالزنت اكتيفيتي، انت مثال عندي بتاع مركب فيه ترايزول رينج بيستخدم كانتي كونفالزنت اللي هو الالبرازول. بعد كده الانتي فايرال اكتيفيتي، انتي فايرال دراجز ده عباره عن دراجز بتحارب الفايرال انفكشن، مثال عندي على برودكت فيه بيحارب بالفايرال انفكشن وفي ترايزول رينج اللي هو 1-2-4 ترايزول اسايكليك سايكلو بروبان نيوكليك اسيد انالوجز. تمام، انالوجز عشان يعني ديفرنس اوف انفكشن. بعد كده ليه انتي كانسر وانتي تيومر اكتيفيتيز، مثال على برودكت عندي بيكون عليه انتي كانسر وانتي تيومر اكتيفيتيز وبيحتوي على الترايزول رينج زي دي اللي هو ترايزول انجينو 1-2-C ايزوكينولينز، ده بنستخدمه كانتي كانسر ايجنت، ادي ترايزول وعليها سبستيتنت مختلف. بعد كده انتي اوكسيدنت، انتي اوكسيدنت يعني بيحارب الفري راديكالز اللي بتعمل دامج للسيلز بتاعتي، فهو بيتفاعل معاها يعني بيمنع الدمج بتاع السيلز. طب ايه المثال اللي عندي على برودكت فيه ترايزول رينج وبنستخدمه كانتي اوكسيدنت اللي هو 4 امينو 5 فينال 4 اتش 1-2-4 ترايزول 3 سيلول دريبتس، ادي ترايزول رينج بتاعتي وعليها السبستيتنت مختلف.